الرئيس السيسي يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، والكاتدرائية المرقصية تستقبل المهنئين بعيد الميلاد. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والأونروا تعلن نزوح نحو 90% من سكان غزة قسراً. وبلينكن يواصل جولته في الشرق الأوسط بمحادثات في الأردن، والملك عبد الله يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستجتاز أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة طالما بقي المصريون على قلب رجل واحد. جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد. أي أزمة وأي مشاكل وأي ظروف صعبة بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، طول ما احنا حاضر طول ما احنا مع بعض، طول ما احنا مع بعض الامور بفضل الله هتعدي، والظروف الصعبه هتنتهي. المهم تفضل بلدنا بخير وشعبها يفضل بخير. المهم بلدنا بخير وشعبها بخير. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جميع الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، داعياً الله أن تنتهي الأزمات التي تواجه العالم أجمع. جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعيد سعيد وسنة إن شاء الله سعيدة علينا كلنا. كل سنة وانتم طيبين ليكم كلكم، لكل الناس، لكل المصريين، لكل العالم. كل عام وعام سعيد وعيد سعيد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعوه ان يخلي العام ده نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله تقريبا من 2020، ويعني الظروف صعبة والأزمات صعبة. هنأ الرئيس السيسي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد. كما أعرب الرئيس السيسي عن التقدير والاحترام والاعتزاز بقداسة البابا تواضروس. وتحياتي واحترامي لقداسة البابا اللي أنا بأكن لي كل احترام وكل تقدير والله. وطبعاً المحبة دي نجمة عن مواقف ما يعملهاش إلا رجال، مواقف ما يعملهاش إلا رجال. رجال مخلصين بيحبوا بلدهم ومؤمنين بيها وحريصين عليها. فعشان كده أنا عشت الكلام ده، عملياً مع قداسة البابا. تقديري ليك يا قداسة البابا، ربنا يديك الصحة، وبشكرك جدا جدا على اللي فات وعلى اللي جاي. أعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن تنتهي الأزمة في قطاع غزة ويتم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار. كما أشار الرئيس السيسي إلى جهود مصر المتواصلة لإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. أكتر أزمة احنا بنعيشها كلنا ومتأثرين بيها كلنا أتصور هي اللي بيحصل في القطاع، قطاع غزة والضفة الغربية. وإحنا في مصر لينا موقف محترم إن شاء الله، بنسعى إلى إن إحنا يعني على الأقل يبقى في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات عشان نخفف عن أشقائنا وأهلنا في غزة، ثم بعد كده
يعني يبقى في حل للقضية اللي هي بتتجدد كل كام سنة وتألمنا كلنا. أعرب البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عن سروره بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد. وأكد البابا توادروس أن مصر لها دور سياسي على مستوى العالم، في إشارة إلى المشاورات التي تتم بين القيادة السياسية وكل المسؤولين في العالم، وتناشد العالم أجمع من أجل السلام، معربا عن أمله في تحقيق ذلك على الأرض. امبارح زارنا السيد الرئيس وكالمعتاد يعني، ودي تعتبر المرة رقم 10 في تهنئته اللي بتبقى بالعيد. ثلاث مرات عملناها هنا في الكاتدرائية أمبر ويس سنة 15 و16 و17، وبعد كده رحنا العاصمة 18 في الدور الأرضي و19 الافتتاح، افتتاح الكاتدرائية اللي كنا بنصلي فيها امبارح. نشكر ربنا عطايا جديدة وحلوة، ويعني العلاقات الجميلة الموجودة والتآزر اللي موجود بين كل المصريين، عمل بيبقى مهم جدا في صورة مصر. شايفين طبعا البلاد اللي حوالينا وتقسيمتها وانفصالها والحروب اللي فيها والصراعات اللي فيها، يعني الواحد صدقوني لما بيوصل الخريطة ويعني يشوف اللي بيحصل حوالينا ده، فعلا 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 مصر دي في ايد ربنا. يواصل البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وفتحت الكاتدرائية المرقسية أبوابها لاستقبال المسؤولين ورجال الدولة لتهنئة البابا توادروس بالعيد، كما يستقبل البابا الكهنة والأساقفة وأبناء الكنيسة القبطية للتهنئة وسط أجواء احتفالية. كلنا فرحانين وسعداء سعادة بالغة من التفاهم والتآخي والترابط اللي بيحصل في مصر، ومزيد من النمو والازدهار. بنهني الرئيس على ولايته الجديدة. في المقر البابوي بتبقى أجواء كلها فرح، الأسر بتأتي هنا في المكان ده، الكبير والصغير، الأولاد بيبقى فرحانين بوجودهم في وسط القيادة الدينية، الرمز اللي هو قداسة البابا توادروس الثاني أدام الله لنا حياته. أكيد طبعا وجودي في حضور البابا ده بيزود من إحساسي بالعيد وبالفرحة، ودايما كلامه بيبقى حلو قوي ومؤثر فينا. وكلم الكلمة امبارح كانت حلوة قوي، والنهاردة كمان كان بيتكلم عن السلام والمجد والفرحة والبهجة. النهاردة احنا كلنا بنحتفل وبنبتهج بعيد ميلاد مجيد مع في الكاتدرائية مع قداسة بابا ومع اخواتنا المسيحيين. النهاردة يوم سعيد مليء بالبهجة والسعادة والفرحة. ترأس الأنبا إيراليون أسقف كنائس البحر الأحمر قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا شنودة بمدينة الغردقة. وشهدت الكنيسة إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة وسط حضور لعدد كبير من المواطنين للمشاركة في قداس عيد الميلاد. بهني كل الأمة المصرية، بهني فخامة الرئيس سيد عبد الفتاح السيسي، بهني قداسة البابا. بنهني جميع أخواننا المسيحيين بعيد الميلاد، ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ونهني قداسة البابا توادروس، ونقول له كل سنة وأنت طيب يا قداسة البابا. في هذا اليوم المبارك اللي بتحتفل به طائفة الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، أقف في هذا المكان المقدس مع أني أبص على الأرض اللي تولد فيها المسيح وما يجري فيه حولها. دموعنا تتساقط لشهداء فلسطين. جايين نحضر القداس هنا في محافظة الغردقة ومبسوطين جدا جدا. احتفلت كنائس مطروح بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من البهجة والسرور عامة المحافظة. وشهدت الكنائس توافد عدد كبير من العائلات لحضور صلاة قداس عيد الميلاد والاحتفال بعيد الميلاد المجيد. كل سنة وانتم طيبين.
في الكتاب المقدس بيتساءل أين يولد المسيح؟ أين يولد المسيح؟ فكانت الإجابة لما فتشوا في الكتب أنه يوجد في بيت لحم، وبيت لحم في الحقيقة هي قرية صغيرة جدا تتسم بأنها مكان متواضع، مكان عاش فيه داود النبي وكان يرعى أغنامه ويسبح ربنا فيها. فيولد السيد المسيح حيث القلوب المتواضعة وحيث القلوب المرنمة وحيث الأماكن الهادية اللي كان عايش فيها الرعاة بسلام. توافد آلاف الأقباط على كنائس ومطرنيات محافظة المنيا لحضور قداس عيد الميلاد المجيد وسط تشديدات أمنية مكثفة. ورصدت كاميرا تلفزيون المصري أجواء القداس داخل كنيسة الأمير تدرس بمدينة المنيا وسط حالة من السعادة العارمة التي سيطرت على كافة المتواجدين. فرحانين خالص بعيد السلام، لأن مجيء المسيح للعالم احنا بنسميه في الكنيسة ملك السلام، فمجيئه يملأ العالم بالسلام وبالبهجة وبالفرح. بنحتفل النهاردة بعيد عظيم، عيد ميلاد السيد المسيح. كل سنة وحضراتكم طيبين. بنقدم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع قيادات العاملة معه في محافظة المنيا، ونشكر على تعاون الأمن ونشكر على تعب كل المسؤولين، وطبعا بنقدم التهنئة لقداسة البابا تودروس. بنقدم التهنئة كمان لنيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها. نتمنى لكم عيد سعيد وتكون إن شاء الله أيام مباركة الفترة اللي جاية. كل سنة وكل المصريين بخير، كل سنة وكلكم طيبين. تقدم وفد من بيت العائلة بمحافظة الإسماعيلية بتهنئة للأقباط بالكنيسة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشمل الوفد عددا من منسقي المؤسسات الوطنية وعمداء كليات ووفدا من وزراء الأوقاف. وكان في استقبال الوفد راعي الكنيسة الإنجيلية بمحافظة الإسماعيلية أيمن سامي، وشهد اللقاء حالة من الود والسعادة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فيما تزينت الكنائس خلال استقبال المهنئين بالعيد. بنطلب السلام لمصرنا العزيزة، بنطلب الأمن والرجاء دايما في رسالة الميلاد، في رسالة فرح. فالنهاردة بنقول احنا كلنا فرحانين، مش مجرد كلمات لكن ده واقع احنا بنعيشه. مهنئين مباركين لإخواتنا الأقباط في جمهورية مصر العربية، بنهنيهم بعيدهم وعيدنا احنا كمان، ولنثبت للعالم كله ان مصر كلها اخوة ومحبة وخير بينها وبين كل الشعوب المقيمة على ارض مصر، تنعم بالامن والخير والسلام والمحبة. من هنا من هذه الكنيسة باسم بيت العائلة المصرية وجميع من جئت برفقتهم اقدم خالص التهاني والتبريكات بعيد الميلاد المجيد. كما احتفلت كنائس محافظة السويس بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من الفرحة، وخرجت العائلات لحضور قداس عيد الميلاد المجيد وتلقي التهنئة وسط أجواء المحبة والإخاء بما يعكس قيم الوحدة الوطنية. نحتفل زي كل سنة بعيد الميلاد المجيد، والحقيقة احنا يعني بيبقى يوم جميل، كل الأحزاب وكل القيادات السياسية بتيجي، بيبقى في مظاهرة حب جميلة الحقيقة، بتورينا قد إيه في ترابط وفي محبة. طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وربنا يعود الأيام عليكم بخير يا رب، والسنة الجاية نشوفكم بأحسن الأحوال. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعاد الله على مصر كلها بالخير واليمن والبركات. وإن شاء الله كل أيامنا تبقى أعياد ومناسبات سعيدة. بعيد عن الناس كلها، كل سنة ومصر طيبة وكلنا طيبين، ويا رب السنة دي تكون سنة سعيدة على الجميع يا رب، وعام سعيد على الكل يا رب. احتفل المواطنون بمحافظة بورسعيد بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء احتفالية شهدتها كنائس المحافظة. وأدى الأنبا تدرس مطران بورسعيد وتوابعها قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة ماري مرقس بمدينة بور فؤاد وسط حضور المئات من أقباط المحافظة.
بقول ان عيد جديد ويوم جديد بيجمع بين كل طواف الشعب المصري على قلب رجل واحد، بيهنوا الاخوه المسيحيين بعيد، كلنا بنعتبره عيدنا، كلنا عيد الشعب المصري، كل اعيادنا اعياد مشتركه بنشوف فيها المحبه، بنشوف فيها الاخاء اللي موجود بين المسيحيين والمسلمين، ما بنحسش في بورسعيد بموضوع مسلم ومسيحي، كلنا شعب مصري، كلنا مواطنين مخلصين. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه ومصر طيبه. النهارده يمكن جينا نشارك اخواتنا في الوطن، اخواتنا الاقباط، جينا نوزع عليهم الهدايا ونقول لهم كل سنه وحضراتكم طيبين وكل مصر سنه ومصر طيبه وبخير ان شاء الله. دي الوحده الوطنيه اللي احنا عايشينها، اللي احنا عايشينها في مصر، الحمد لله. يعني كل سنه وانتم طيبين. احنا دايما بنحس بعياد مصر كلها، ان مصر العيد كلها ليه، العيد كله كله المصر، سواء المسيحيين والمسلمين، مش بنحس بفرق خالص. مصر كلها والدنيا كلها والشباب الصغير كده زي ما انت شايف كده كله مبسوط. واجا النهارده سياده الرئيس بعت لنا هدايا كده حلوه في لحزب مصاب الوطن بعتهم وكده، وكل سنه وانتم طيبين ودايما مصر بخير وتحيا مصر ان شاء الله. يعني مفيش فرق بين مسيحي ومسلم، احنا كلنا واحد، وبجد يعني بنتبسط قوي لما نشارك بعض المناسبات الحلوه دي. كل سنه وانتم طيبين، وتعبناكم ان انتوا جيتوا النهارده، وكل دي عادتكم كل سنه، ومش حاجه جديده يعني على المسلمين ومسيحيين بورسعيد بالذات. مشهد طبعا كله محبه، واحنا فرحانين جدا بحضوركم معانا النهارده. مشهد النهارده مشهد بينم على إنه مصر كلها نسيج واحد. يمكن احنا شايفين النهاردة في الكنيسة في مدينة بورفؤاد كل اخواتنا المسيحيين اللي احنا موجودين معاهم، اخواتهم المسلمين جايين يهنوهم وجايين يباركولهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد. طيبين ومصر بخير وتحيا مصر. إلى قطاع غزة، حيث ذكرت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير دولي لها فقدان أكثر من 10 أطفال في المتوسط أحد أطرافهم على الأقل يوميا في غزة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي قبل 3 أشهر على القطاع. هذا ويعاني عشرات الألاف من الجرحى الفلسطينيين، بينهم أطفال مبتور الأطراف، في المستشفى الأوروبي، حيث يعاني الأطفال من ألم الإصابة وفقد ذويهم في القطاع. هنا في المستشفى الأوروبي بغزة يقبع أطفال فلسطينيون بترت أطرافهم وآخرون أصيبوا بإصابات خطيرة. إيمان وحياة طفلتان تواجهان مصيرا صعبا بعد فقد أبويهما جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي. آلام الفقد والإصابة يسيطران على صرخات الطفلتين بعد أن أخفت عنهما والدتهما بالحضانة أمان الخول استشهاد والديهما. حسبي الله ونعم الوكيل في يوم اليهود اللي وصلوا الأطفال هيك، دمروهم. البنات دايما باستمرار ماما بابا، وأنا مش قادرة إن أنا كمان إن أنا أصارحهم إنه أهلهم استشهدوا. الطفلة إيمان التي لم يتخطى عمرها 5 سنوات بحاجة ماسة إلى طرف صناعي في أسرع وقت جراء الإصابة، إضافة إلى نقلها إلى الخارج نظرا لنقص الرعاية الطبية داخل المستشفى. إيمان بحاجة لطرف صناعي، أنا بطالب لتوفير طرف صناعي للطفلة إيمان وتحويلها للعلاج للخارج، لأنه هنا إذا ضلينا هنا البنت حتفقد، يعني حتفقد رجلها، لأنه هنا في إهمال، ما فيش علاجات كافية لعلاج إيمان، وما فيش يعني إنه بنطالب إنه نركب لها طرف صناعي بأسرع وقت لحتى البنت تمارس حياتها اليومية، تصير تلعب، تصير تعمل كل إشي هي نفسها فيه. عشرات الآلاف من الجرحى، بينهم أطفال مبتور الأطراف في المستشفى. نور طفلة مصابة تعاني على كرسي متحرك بمساعدة إحدى قريباتها. أنا كنت ألعب وأجري، كنت مبسوطة بحياتي، بس الآن
الآن فقدت رجلي وصارت حياتي بشعة وحزنت حزنان، بتمنى أنه أركب طرف. هي متأملة أنها تركب طرف، تحلم ليل نهار، ليه كل ليلة تقول أنا بكرة راح أسافر وأركب طرف، بكرة راح يساعدوني وأركب طرف. هي أصلاً بتقول أنا مش حروع الدار إلا ركبت طرف، بدي ألعب وألعب مع أولاد عمي زي قبل. حلمها لقيتها وكلامها عن الطرف. معاناة صعبة لآلاف المصابين في غزة الذين يحتاجون إلى أطراف صناعية فضلاً عن ظروف الحياة القاسية في القطاع المحاصر. في اليوم 93 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الأشخاص غالبيتهم من الأطفال والنساء. وأفادت مصادر طبية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا بمنطقة الفلوجة شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 20 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات، بالتزامن مع قصف عنيف على المنازل في مخيم جباليا شمالا. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 من شهر أكتوبر الماضي إلى 22,835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، فضلا عن 7,000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض. استشهد نحو 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة خان يونس ومدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. كما أشارت مصادر بالدفاع المدني إلى أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات عنيفة على منطقة تل الزعتر ومدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص، تزامنا مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربي النار بشكل مكثف غرب دير البلح. فجأة واحنا نايمين لقينا الصاروخ نزل علينا، وفجأة زي ما انت شايف ما كل اللي في الدار ما حدش طلع، كلهم شهداء أطفال ونساء، وهيهم تحت الردم قاعدين بنطلع فيهم قدامكم نساء وأطفال. احنا ناس مواطنين مسلمين شاردين من غزة، زي ما برحلونا رحلونا من منطقة لمنطقة واستقرينا في أرضنا، وهذا أرض خاصة إنا وما عندناش حدا، ولا عندنا مقاومة ولا عندنا إشي ولا بطلع من عندنا حاجة، وهذا اللي كل اللي حصل. قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن نحو 90% من سكان قطاع غزة نزحوا بصورة قسرية خلال 3 أشهر من الحرب في أعقاب أحداث 7 من شهر أكتوبر الماضي. وأضافت أونروا أن الأمم المتحدة قد حذرت مرارا وتكرارا من أن القطاع معرض لخطر المجاعة، وأنه يمر بحالة طوارئ صحية عامة في الوقت الذي تبحث فيه الأسر عن الأمان. كما شددت الوكالة الدولية على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار بهدف إنساني للتمكن من توفير المساعدات العاجلة وإنهاء النزوح القسري المتواصل. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف جالانت. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الخلافات تأتي على خلفية منع نتنياهو لرئيسي الموساد والشباك من حضور جلسة لحكومة الحرب. مع مرور الوقت وبعد أن أعطت جيشها الضوء الأخضر لشن عدوان مستمر على المدنيين في قطاع غزة، تظهر في إسرائيل معالم خلافات حادة ناجمة عن طريقة إدارة الأمور والمستجدات السياسية والميدانية. وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن نشوب خلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت على خلفية منع نتنياهو رئيسي جهاز الاستخبارات الموساد ديفيد برنياع وجهاز الأمن الداخلي الشباك
شباك كأرونين بارا من حضور جلسة لحكومة الحرب. وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جالنت قال لنتنياهو إن منع مثل هذه اللقاءات يضر بأمن إسرائيل. وفي حين نفى نتنياهو وجالنت وجود مثل هذه الخلافات، أفاد موقع إخباري إسرائيلي بانتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر عقب خلافات حادة بين رئيس الأركان هيرتسي هاليفي وعدد من الوزراء بسبب تشكيل فريق للتحقيق بأحداث 7 أكتوبر الماضي، وهو ما دفع نتنياهو لإنهاء الاجتماع الذي كان مقررا لبحث مرحلة ما بعد الحرب على غزة. وأضاف الموقع أن الجلسة شهدت مشادات حادة، مشيرا إلى أن وزراء بالمجلس المصغر هاجموا رئيس الأركان الإسرائيلي بسبب تعيين شاؤول موفاز الذي أشرف على تنفيذ خطة الانسحاب أحادي الجانب من غزة عام 2005 على رأس فريق التحقيق الذي سيكون معنيا أيضا بالتحقيق في سير العمليات العسكرية في غزة. من جانبه أشار زعيم المعارضة يائير لابيد إلى المشادات والخلافات بشأن التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، ووصفها بأنها تعد ووصمة عار، مطالبا وزراء الحكومة بالرحيل عن سدة المسؤولية بشكل فوري. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 12 جنديا خلال 24 ساعة، منهم 6 في معارك بقطاع غزة. يأتي ذلك فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل أحد عناصرها خلال عملية اقتحام نفذتها في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن تفجيرا أدى إلى إصابة 3 عناصر آخرين بجروح كانوا في عربة تعرضت لانفجار عبوة ناسفة. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت في وقت سابق باقتحام آليات عسكرية إسرائيلية مدينة جنين ووقوع مواجهات، بينما أعلنت وزارة الصحة استشهاد 6 أشخاص جراء قصف بطائرة مسيرة. أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 109 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وأكد المكتب استشهاد الصحفي حمزة وائل الدحدوح والصحفي مصطفى ثريا اللذين استشهدا بقصف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة كانوا يستقلونها خلال تغطيتهم الصحفية. وشدد المكتب الإعلامي في غزة على أن هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين، لافتا إلى أنها محاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية. أشاد وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف بالموقف المصري إزاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ اليوم الأول. وقال أبو سيف إن مصر لعبت دورا محوريا في التصدي للمخطط الإسرائيلي الذي كان يستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو الطوعي لسكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن إعلان مصر والأردن الرفض القاطع لهذه المحاولات الإسرائيلية أفشل هذا المخطط. وأضاف أن العنصر الحاسم في منع التهجير القسري لسكان غزة هو الموقف المصري والأردني، بالإضافة إلى صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مشددا على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع. جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث جدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة بالضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام. التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان في إطار جولته الدبلوماسية المتواصلة في الشرق الأوسط. تأتي زيارة بلينكن الرابعة للمنطقة خلال 3 أشهر،
في الوقت الذي فرضت فيه التطورات في لبنان وشمال إسرائيل والبحر الأحمر فرضت ضغوطاً مكثفة فضلاً عن تصاعد الانتقادات الدولية للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. تفقد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين المخازن الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي في العاصمة الأردنية عمان. كما تفقد بلينكين المساعدات المقرر إرسالها إلى قطاع غزة والتي تهدف لتخفيف الأزمة الإنسانية على أهالي القطاع المحاصر. جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية للأردن في إطار جولته الدبلوماسية بالشرق الأوسط. تولي مصر أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية محورية لمصر. وتبذل مصر جهودا حثيثة منذ التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع. القضية الفلسطينية قضية محورية ومركزية لمصر، وارتباط مصر بها هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم. ومنذ التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي تبذل مصر بقيادة الرئيس السيسي جهودا حثيثة من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في القطاع. مصر تعمل كذلك على تجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، فضلاً عن جهودها لتقديم المساعدات للأشقاء من خلال فتح معبر رفح البري لاستقبال الجرحى والمصابين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني. كما تواصل مصر دائماً اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية لغزة واستعداد مصر للتعامل مع ذلك عبر معبر رفح، وهو ما سوف تؤكده مصر خلال زيارة لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين للمنطقة ومصر لمناقشة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة والضغط من أجل عدم اتساع الصراع. كما ستعيد مصر التأكيد الذي أطلقه الرئيس السيسي منذ قمة القاهرة للسلام على أهمية بدء مسار سياسي بين إسرائيل وفلسطين ترعاه وتشارك فيه الأطراف ذات الصلة ويقود لحل الدولتين. بالإضافة لذلك ستؤكد مصر على ضرورة الحد من الضحايا المدنيين في قطاع غزة والتوسع في إنشاء مناطق آمنة، وما تقوم به مصر الآن في هذا الصدد داخل القطاع. كذلك ستعيد مصر التأكيد على رفض التهجير وإعادة التوطين خارج غزة، مع الحصول على تصريح من الجانب الأمريكي يساند توجه مصر في هذا الشأن. وبخصوص الرؤية المصرية المتعلقة بإدارة غزة، فسيتم طرح أفكار المبادرة المصرية، فهي الأكثر واقعية في كل ما طرح من أفكار خاصة، حيث ترى مصر أن تكون هناك إدارة موحدة للضفة وغزة ودور للسلطة الفلسطينية، وهو ما تتبناه أيضا الإدارة الأمريكية، ويمثل مساحة للتنسيق المشترك بين البلدين. وبخصوص حركة الملاحة في البحر الأحمر، فستوضح مصر حجم الخسائر التي تتعرض لها نتيجة هجمات قوات الحوثي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب ومدى تأثيرها على الملاحة في قناة السويس. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي بركات الزيود رئيس قسم التحقيقات بوكالة الأنباء الأردنية. سيد بركات، بعد التحية، يعني وزير الخارجية الأمريكي يواصل جولته بالشرق الأوسط، في رأيك هل ستنجح المساعي الأمريكية هذه المرة لوقف إطلاق النار الدائم بقطاع غزة؟ مساء الخير لكم، مساء الخير لجمهور المشاهدين. حقيقة اليوم احنا كانت ستنجح مساعي وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة ومن وقت مبكر لو استجابت هذه الإدارة الأمريكية لوجهة النظر المصرية أو الرؤية المصرية والرؤية الأردنية بأن الحل يجب أن يكون سياسيا وعلى وفق نظام الدولتين، ولا يكون على حساب أهل المنطقة أو على حساب الفلسطينيين، وأن يكون الحل هو بالحرب الشاملة والمدمرة والإبادة الجماعية. المساعي الأمريكية هذه الجولة قد تكون الثالثة أو الرابعة لبلينكين للمنطقة، وبالتالي في كل جولاته الماضية على ما يبدو أنه كان يحمل مبادرة لوقف إطلاق النار من وجهة نظر أمريكية تنحاز للإسرائيليين، قد تكون منحازة للإسرائيليين بشكل كبير، وبالتالي هذا ما لم يتاح أو لم توافق عليه
الدول المحورية واللاعبة والأساسية والمجاورة لفلسطين المحتلة والمتمثلة زي ما نحكي احنا بالأردن رمان في الميزان في المنطقة مصر وأيضا الأردن على الحدود الطرف الآخر. وبالتالي اليوم في هذه الجولة الأخيرة التي يزورنا فيها بلينكين أيضا على ما يبدو أنه يحمل وجهة نظر جديدة ويبحث عن حلول لوقف إطلاق النار، وعلى ما يبدو أن لا حل في الأفق يلوح سواء من أمريكا أو من أي دولة في العالم إن لم يكن العودة إلى ما قالت به الدول السلطة الفلسطينية ومصر والأردن بأن الحل السياسي وحل الدولتين على حدود الرابع من طهران عام 68 هو الحل لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع بصورة نهائية ووقف وحق دماء المدنيين في تلك المنطقة. نعم، في ظل الدعم الأمريكي المتواصل للحكومة الإسرائيلية سيد بركات، هل الإدارة الأمريكية ستكون قادرة على وقف فكرة الاحتلال نحو التهجير القسري للفلسطينيين أم من الصعب الوصول إلى هذا الحل؟ حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب الأخيرة على غزة تناقضت مواقفها جدا، وعلى ما يبدو أنها لا تريد وقف إطلاق النار وهي تطيل أمد الحرب، وكلنا لاحظنا أنها استخدمت حق النقض الفيتو أكثر من مرة وأجهضت محاولات بصراحة كل المبادرات التي تبلورت في مصر من قمة السلام في القاهرة وصولا إلى اليوم الحالي، كلما كانت تأتي مبادرة كان يتم إجهاضها ويتم وقفها بالفيتو الأمريكي، وبالتالي هذا التناقض تعرض الموقف الأمريكي إلى انتقادات واسعة من أطراف دولية ومن الفلسطينيين بهذا الاتجاه. اليوم السعي والمبادرات التي بدأت منذ البداية بأن يكون هناك تهجير، ولو كانت أو وافقت مصر بالدرجة الأولى على هذا المخطط الذي كتب تحت الطاولة لا أعتقد أن التهجير القسري للفلسطينيين تم منذ زمن بعيد ونكب بدل النكبة الأولى نكبة ثانية وثالثة. ولذلك اليوم في موضوع التهجير القسري أمريكا بطريقتها الحالية التي تعمل عليها لم تقدم حتى الآن حل إلا من طرف منحاز للحكومة الإسرائيلية، وهو ما لم تقبله مصر ولم تقبله الأردن ولم يقبله الفلسطينيون على اختلاف حركات التحرر الفلسطينية المنتشرة في أيضا في فلسطين المحتلة. أما وأن الصراع قد توسع نوعا ما في المنطقة سيد بركات، ومصر من اليوم الأول للأزمة وهي حذرت من اتساع دائرة الصراع في المنطقة، برأيك إلى أي مدى كانت الرؤية المصرية سباقة في ما يحدث داخل المنطقة الآن وما تشهده من نزاعات؟ يعني أستاذ أعيد وأكرر نفس العبارة بكل مرة أنا أقولها، أنه لو استجابت القوى الفاعلة بالقرار الدولي من أمريكا والدول بمجلس الأمن والتي كانت ترفع يدها بقوة لعدم وقف إطلاق النار واستخدام الفيتو، لو استجابت منذ البداية للرؤية المصرية لما توسع الصراع سواء على الجبهة لبنان وعلى على باب المندب والبحر الأحمر وتهديد الملاحة العالمية، ولا رأينا أصلا بحر الدم الذي نراه في فلسطين المحتلة اليوم. في كل هذا التطور اليوم الرؤية المصرية في البداية هي دولة تجاور فلسطين، الأردن يجاور فلسطين، أيضا أصبحت إبادة جماعية على أرض فلسطين، إما أن تنزح وإما أن تقتل، والفلسطينيون لا يريدون النزوح. المصريون يقولون إننا لن نكون شهودا أو لن نسهم في تهجير الفلسطينيين وقتل القضية، وبالتالي كانت الرؤية المصرية منذ البداية أن لا حل إلا بالسياسة ولن تفلح آلة الحرب، وكلما قتل شخص خرج آخر. ولذلك اليوم نحن نقول أن الرؤية المصرية حتى اليوم أو الرؤية التي تسهم في عملية السلام ورؤية الدولة المصرية بشكل عام هي رؤية منذ البداية كانت واضحة بأن حل القضية الفلسطينية لا يكون لا بالقتل ولا بالتهجير ولن يكون على حساب دول أخرى، لأن الفلسطينيون أرضهم هي فلسطين. ولذلك أعتقد أن من أوقف حتى اليوم تصفية القضية الفلسطينية هي الدولة المصرية التي تعتبر لاعب أساسي ومحوري في هذا الاتجاه. نعم، الكاتب الصحفي بركات الزيوت رئيس قسم التحقيقات بوكالة الأنباء الأردنية كنت معنا هاتفيا من عمان، شكرا جزيلا لك.
أعلن الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفر تمسكه بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة وإقامة مستوطنات في القطاع، غير مبال بانتقادات واشنطن التي وصفت تصريحاته في هذا الصدد بأنها غير مسؤولة. واعتبر بن غفير أن العودة إلى الاستيطان في القطاع هو الأمر المطلوب الآن على حد قوله، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الحل الصحيح هو تشجيع الهجرة الطوعية. كانت الخارجية الأمريكية قد انتقدت الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسليل سموريتش على خلفية تصريحاتهما بشأن إعادة توطين سكان غزة الفلسطينيين خارج القطاع المنكوب. أكدت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب مواقع لحزب الله أكثر من 34 مرة منذ 7 من أكتوبر الماضي. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن ثمة قلق لدى الولايات المتحدة من حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان، حيث ارتفعت حدة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، مما أثار انتقادات من واشنطن، مشيرا إلى أن نجاح إسرائيل في حرب ضد حزب الله وسط القتال المستمر بغزة سيكون صعبا. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الخارجية الإسرائيلية أصدرت توجيهات إلى سفرائها تدعوهم إلى تكثيف جهود الضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم بهدف إصدار بيانات ضد الدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بهدف محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. وأفاد الموقع بأن البرقية التي أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية توضح خطة عمل لدبلوماسييها قبل جلسة محاكمة العدل الدولية الأسبوع الجاري، وتسعى الخطة الإسرائيلية إلى ممارسة ضغط دولي على المحكمة بهدف إثنائها عن إصدار أي أمر قضائي يدعو إسرائيل إلى تعليق عدوانها العسكري على غزة. أغلق محتجون مؤيدون لفلسطين طرقا خارج البرلمان البريطاني في لندن مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية. ووقعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة التي منعتهم من السير على جسر ويستمنستر، وتشهد لندن مثلها مثل مدن غربية أخرى مظاهرات متكررة وكبيرة تطالب بوقف القصف الإسرائيلي العنيف لغزة. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تمنع المتظاهرين من الوصول إلى الجسر، حيث وقعت اشتباكات خفيفة. ذكر موقع جلوبز الإخبارية المالية الإسرائيلي أن شركة شحن الصينية كوسكو علقت عمليات الشحن إلى إسرائيل. وجاء تقرير الذي لم يتضمن تفاصيل عن أسباب القرار في وقت تعطلت فيه الممرات الملاحية في البحر الأحمر بسبب الهجمات التي تشنها قوات الحوثي. هذا وامتنعت مكاتب الشركة في إسرائيل عن التعليق، فيما قال مسؤول مواني في إسرائيل إنهم يتحققون من التقرير. يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. ووصلت إلى مطار العريش طائرة سعودية تحمل مساعدات إنسانية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة قادمة من مطار الملك خالد الدولية في العاصمة السعودية الرياض. هذا ويواصل معبر رفح البرية فتح أبوابه لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية دول الأجنبية.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا إلى من مدينة العريشة محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، بعد تحية انقل لنا الأجواء لديك. نعم ميرنا، بعد التحية يعني لازالت الجهود المصرية مستمرة في تقديم كل المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، وربما تتجدد الخدمات التي تقدم خاصة للجرحى والمصابين، ليس فقط في استقبالهم ولكن أيضا الخدمات التي يتم تقديمها لهم ولمرافقيهم. وهذا ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع أمس في محافظة شمال سيناء بين الجهات المشاركة في الخطة والآلية التي يتم من خلالها تنفيذ هذه المساعدات مساعدات وتقديمها للأشقاء الفلسطينيين. التأكيد على وجود مكان للاستشفاء للمصابين الذين يتم انتهاء فترة علاجهم بالمستشفيات، وجود مكان مخصص لهم في أحد النوادي في مدينة العريش، نتحدث عن 140 سرير بهذا المكان، منهم 100 سرير بالفعل بهم بعض الحالات للاستشفاء بعد انتهاء العلاج بهم. وتم الحديث أيضا على أن المستشفيات المصرية استقبلت أكثر من 1000 مصاب وجريح أتوا من خلال معبر رفح البري، هذا بالإضافة إلى وضع خطة أخرى أيضا لسكن مرافقي الجرحى والمصابين والعالقين، نتحدث عن وجود أكثر من 72 وحدة سكنية وتوفير الإقامة الكاملة لهم وكل المستلزمات والرعاية المعيشية لهم لتقديم الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى عيادتين طبيتين إحداهما في هذا النادي الذي يوجد به مكان الاستشفاء، والعيادة الأخرى قريبة من الوحدات السكنية لتقديم كل الرعاية الصحية لهم. هذا بالتوازي بالطبع مع تقديم كل المساعدات الإنسانية التي تقدم من خلال معبر رفح، نتحدث عن أن اليوم من داخل البوابة المصرية لمعبر رفح دخل 130 شاحنة، نتحدث عن 80 شاحنة من اتجهوا إلى منفذ كرم أبو سالم، ثم 50 شاحنة اتجهوا إلى منفذ العوجة، بالإضافة إلى بالطبع استقبال كل الجرحى والمصابين ومزدوج الجنسية بوجود بعض ممثلي السفارات ورعاية هؤلاء الوافدين لاستقبالهم واستلامهم عبر خروجهم خلال خروجهم من معبر رفح من الجانب المصري. ثم أيضا على الجانب الآخر مطار العريش الذي لا زال يستقبل كل الطائرات المحملة بعدد من المواد الإغاثية، صباح هذا اليوم استقبل مطار العريش الطائرة 38 القادمة من المملكة العربية السعودية على متنها 23 طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية التي يتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لحمل هذه الأطنان وأيضا إرسالها لقطاع غزة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى أن أيضا المطار على يعني استعداد لاستقبال زيارة الوزيرة الهولندية سيجريت كاغ، هذه الزيارة التي ستكون خلال هذا الأسبوع، وهي زيارة هامة تأتي بالتزامن مع بدء عملها في 8 يناير كمنسقة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة. وربما هذه الزيارة تأتي بعد زيارة وفدين لمجلس الشيوخ الأمريكي الذي كان منذ يومين واطلع على حجم المساعدات الموجودة في مدينة العريش وإعداد تقرير سيعودون به لما رأوه من حجم المساعدات وأيضا الصعوبات التي تحول دون وصول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حتى يتم وجود آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوصول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والدعوة إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار وأيضا حماية المدنيين في قطاع غزة. فنحن نتحدث عن مجهودات كبيرة مستمرة في مدينة العريش ومعبر رفح لتقديم المساعدات الإنسانية وتقديم كل الخدمات المختلفة للجرحى والمصابين، تنفيذا بالطبع للتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين. نعم بالتأكيد حصلنا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك على هذا العرض المفصل. أسهمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجميع محاورها في توفير حياة كريمة وآدمية، وذلك منذ انطلاقها في يناير 2019. وشهد عام 2023 جهودا كبيرة من قبل الدولة من أجل توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية. ما
منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في يناير من عام 2019، ساهمت المبادرة بجميع محاورها في توفير حياة كريمة وآدمية، مما جعلها تجسيداً حقيقياً لقيم ومبادئ ثورة 30 من يونيو. مبادرة عنوانها الإنسان ومفتاحها كرامته. وفي هذا الإطار شهد عام 2023 جهوداً حسيسة وخطوات لا حصر لها من أجل توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً. فخلال المرحلة التمهيدية من المبادرة الرئاسية تم تنفيذ أكثر من 600 مشروع ساهمت في تحسين حياة ملايين المصريين، بداية من مضاعفة كميات مياه الشرب المنتجة بالقرى لتصل إلى 141 ألف متر مكعب يومياً، مروراً بالتطوير الشامل لخدمات الإنارة العامة في 125 قرية، مع تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي المتكامل، ورفع كفاءة 16,000 منزل للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً. ولأن بناء الإنسان قوامه التعليم والصحة، تم إنشاء 1,100 فصل جديد تستوعب نحو 45 ألف تلميذ، إلى جانب تطوير وإنشاء 51 مركزاً صحياً وفقاً لنموذج واشتراطات التأمين الصحي الشامل، وإرسال مئات القوافل الطبية للكشف والعلاج بالمجان، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الشبابية والرياضية والزراعية والبيطرية بالقرى. كما ساهمت مشروعات المرحلة التمهيدية من المبادرة في خلق أكثر من 28 ألف فرصة عمل من خلال ضخ قروض ميسرة وتوفير برامج تدريب حرفي بنحو 320 مليون جنيه. ووفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي، فقد تم تحويل المبادرة التي تستهدف القرى الأكثر فقراً إلى برنامج شامل يستهدف كامل الريف المصري. وبالفعل جرى تنفيذ المرحلة الأولى التي تستهدف 1,477 قرية موزعة على 52 مركزاً إدارياً، ويعيش فيها ما يقرب من 18 مليون مصري، حيث بلغت استثمارات المرحلة الأولى أكثر من 350 مليار جنيه من خلال تنفيذ 23 ألف مشروع. ووفق خطة محكمة التفاصيل، مضت الدولة في تنفيذ البرنامج وفي قلبها تستمع لمطالب المستفيدين منه، فتم إجراء 215 حواراً مجتمعياً لأهالي قرى مبادرة حياة كريمة، و154 ندوة طلابية، مع تمكينهم من إجراء جولات ميدانية لزيارة مشروعات حياة كريمة. هكذا أنهت حياة كريمة عصور التهميش لكافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي الإهمال، حتى احتضنتها الدولة في عصر الجمهورية الجديدة وجعلت منها أولوية لا تقبل النسيان. أكدت الحكومة أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي التي تمتد على مدار عقود وتنعكس في تعزيز الدعم الفني والتمويلات التنموية للعديد من المشروعات ذات الأولوية، لافتة إلى الحرص على تعزيز الدعم الفني المقدم لتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط وعدد من المسؤولين لبحث جهود الدعم الفني المقدم من قبل البنك الدولي للشركات المملوكة للدولة، ومناقشة التحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر وصولها إلى مصر الأسبوع الجاري. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، والكاتدرائية المرقسية تستقبل المهنئين بعيد الميلاد. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة والأنروا تعلن نزوح نحو 90% من سكان القطاع قصراً. بلينكن يواصل جولته في الشرق الأوسط بمحادثات في الأردن، والملك عبد الله يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة.
مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم إلى ختام نشرة الثالثة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.